بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده. واحد من الناس، اولا عايز اقول لكم جميعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اعياد الربيع. كل سنه وانتم طيبين الاخوه المسيحيين. النهارده عيد القيامه المجيد. كل امنياتي لكم جميعا بالسعاده والصحه والخير. عيد مصر كلها النهارده بتعيد مع الاخوه المسيحيين، وبكره شم النسيم، يوم جميل ان شاء الله. دايما مصر في صحه وسعاده وأعياد دايما يا رب إن شاء الله. في نوع بقى من الفنانين لما بتشوفهم بتحس إنك تعرفهم على المستوى الإنساني، حس إنك أنت قابلتهم قبل كده، كلمت معاهم، كمان لك ذكريات وإياهم، بتحس كده بألفة غريبة وصداقة حميمة ومشاعر، وده كأن العلاقة بينك وبينهم عمرها سنوات طويلة. فنانين كده شبهك، بيتكلموا زيك، عندهم نفس معاناتك، ليهم نفس أفكارك، وجواهم نفس أحاسيسك. الفنانين دول بيبقوا عملة نادرة، لأن مساحة الصدق جواهم ملهاش حدود، ولأنهم برضو بيمتلكوا البساطة، تلقائية، عندهم شعاعات النجومية يعني. هم الفنانين دول، الفنانة المدهشة اللي هي مشرفاني النهاردة، الفنانة الكبيرة نشوى مصطفى، اللي غابت عنا 10 سنوات ورجعت مرة تانية في رمضان الحالي، وقدمت لنا مسلسل جميل جدا، مسلسل إمبراطورية ميم. نشوى فنانة من العيار التقيل وبنفس الدرجة اللي يعني زعلتنا لما اختفت، فرحتنا جدا برجوعها. ليه بقى غابت وليه رجعت وكانت بتعمل ايه وايه حكايتها اللي ما نعرفهاش، هنعرفها النهاردة من نشوى في واحد من الناس. ازيك يا استاذ نشوى؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك انت؟ ليك معزه في قلبي، معزه من زمان، من 35 سنه. اسمح لي الاول بس اهني مصر واهني اخواتنا الاقباط بعيد القيامه المجيد. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه ومصر طيبه، ويا رب مصر دايما في اعياد. اتقابلنا، حضرتك كنت بتخرج مشروع التخرج بتاع حضرتك. بتاع حضرتي؟ وانا كنت من ضمن العناصر اللي حضرتك استعنت بيها علشان. يا سلام، البطل قصدي. لا، كان البطل. كنت البطلة. لا، كان البطل تامر حسني. كانت الموضوع عظيم، وكان موضوع آني جدا جدا. كنت بتناقش فكرة المخدرات وتأثيرها على اللي هم الأطفال، اللي هم يعني يعتبروا أطفال شوارع، وكانت موضوع عظيم جدا ومكثف جدا جدا. وانت لسه فاكره نشوى لغايه دلوقتي؟ هو انا ما انساش، لانه كان اول مره في حياتي مخرج يختارني امثل سينما، فكنت حضرتك اول حد اشتغلت معاه. وانا حضرتي بيقول لحضرتك ان حضرتي كان سعيد جدا بحضرتك في العمل دوت. وعايز احكي للساده المشاهدين الحكايه، بما ان نشوى حكت، احنا اولا اصدقاء من سنين طويله، 35 سنه. ايوه بالظبط، من 91. يا نهار ابيض، 91، احنا 24. 34 كمان. 34 سنه. 34 سنه. وانا ساعتها كان عندي تقريبا 22. خلي بالك، 15، 5 سنين. 22. كنت بعمل مشروع التخرج بتاعي، كان اسمه خط النهايه، والحقيقه كانت نشوى طالبه في المعهد العالي للفنون المسرحيه، وانا كنت في بكالوريوس مع السينما قسم الاخراج. مشروع التخرج بتاعي زي ما حكيت كده، فكنت بدور على 3 نجوم، ولد وبنت وطفل. والحقيقة الثلاثة كانوا أول مرة يمثلوا قدام كاميرا السينما. كانت الفنانة الكبيرة نشوى مصطفى هي البطلة. كنت بعمل مشروع التخرج بتاعي، كان اسمه خط النهاية، والحقيقة كانت نشوى طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنا كنت في بكالوريوس مع السينما قسم الإخراج. مشروع التخرج بتاعي زي ما حكيت كده، فكنت بدور على 3 نجوم، ولد وبنت وطفل. والحقيقة التلاتة كانوا أول مرة يمثلوا قدام كاميرا السينما. كانت الفنانة الكبيرة نشوى مصطفى هي البطلة، وكان الفنان الكبير صبري فواز هو البطل، وكان الفنان الصغير اللي بقى كبير جدا النهاردة تامر حسني هو البطل. فطلعوني عند الأستاذ ممدوح الليثي، أنا طالعة بقى بكل ثقة بقى شغالة مع ابنه. أنا هقول له بقى لا، شغالة مع أستاذ عمرو الليثي، هيقول لي لا خلاص تمام. ولا يهمك، انزلي. طلعت فأنا بكل ثقة. تأخرتي ليه يا ماما؟ قلت لها انا حضرتك كان عندي تصوير خارجي مع الاستاذ عمرو الليثي. قال لي مين عمرو الليثي؟ فانا بقى، وقالها باداء اللي هو تحس منه انه انا ما يعني مين عمرو الليثي؟ قلت له عمرو الليثي ابن حضرتك. قال لي معرفوش، في شغلي
ما اعرفش غير الالتزام. ايوه. طب يا فندم انا اسفه. قال لي اتفضلي الشؤون القانونيه حتى. فتقريبا سوا تقريبا اتصل قال لهم، لان انا طبعا انا كنت حمود، انا لسه طالبه في المعهد ولسه. فقالوا لي كده غلط وفهموني يعني ان انا اكملي كان بقى الناحيه الثانيه. انا اتبهدلت يا بنتي وحياه ربنا. لا العظيم. طب اقسم بالله قال لي انت بوظ لي مسلسل الحلميه. لا عشان البتاع اللي انت بتعمله. يا نهار ابيض. بالليل. لا وانا طالعه انا ما اعرفش انها بتمثل في الحلميه ولا عندها اوردر ولا لا حاجة. بس الله يرحمه يحسن اليه كان شغله. لا ما كانش بيعرف يهزر في الشغل. عموما انا سعيد ان احنا بعد 35 سنه بنلتقي، بس بقى احنا الاثنين مع بعض في انترفيو. وبعدين انت كمان انت اعلاميه موهوبه النهارده. يعني انت لا لا حاجة انا بتعلم من حضرتك والله. لا حد يقول لك بقى انت لا بس يعني انا مش اعلاميه برضه. احنا قلنا اللي فيها خلاص بقى 35 سنه. واولا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والغيبه دي كانت فين؟ كانت في البيت. ليه بقى؟ والله مش عارفه. 10 سنين نشوه مصطفى. في البيت ليه؟ مش عارفه خالص صدقا مش عارفه. بس هو بعد الثوره شويه الانتاج قل. طلع جيل جديد بعد كده، جيل مخرجين جداد جدا جدا، جيل كتاب، جيل ممثلين. فابتدى الجيل بتاعنا يتوارى شويه. كانش قرارك انت؟ لا 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 يا نهار ابيض. انا التمثيل ده بالنسبه لي مش بس دراستي، ده احلامي. انت قصدك موهوبه جدا. يعني انا بكلمك كمخرج بقى النهارده، شفتك ورا الكاميرا انت موهوبه جدا. وهقول لحضرتك يمكن كمان مسرح الجامعه كان سبب. لان انا قبل ما ادخل فنون مسرحيه انا خريجه جامعه عين شمس كليه التجاره. ومسرح الجامعه الحقيقه ده اكاديميه طبعا فنية تجاره وحقوق. انا عملوا انا كنت برضو في مسرح حقوق برضو قبل ما اعز. الحقيقه مسرح الكليه شو كان مين بقى فيه؟ هنيدي وخالد الصاوي. انتوا كنتوا القاهره. كنا القاهره يعني. الحقيقه هذا الجيل يعني غلط ان يقعد في البيت 12 سنه يا استاذ. بس هو يعني انا طبعا كنت مكتئبه وجالي اكتئاب وكنت بتخانق طبعا الله يعينه جوزي، كنت بنكد عليه انت السبب. طب انا مالي انا انت اللي يعني خليتني اركز في البيت، ما كنتش ليه علاقات، ما عنديش شله، فاهم اللي هو طب انا مالي وانت اخترتي تبقي زوجه وام برضه. بس عوده الحميد يعني حمد. الحقيقه يعني انت من 26 سنه عملتي مع خالد النبوي ان احنا نزرع الشوك. ورجعتي اتقابلته تاني في مسلسل امبراطوريه ميم. كلميني اولا عن امبراطوريه ميم ودورك. انت دورك قد ايه كان جميل؟ ده خالد كان من كنا في بوابه الحلواني انتاج قطاع الانتاج. ايوه كان الاستاذ ممدوح الليسي يعني اعظم الاعمال اتعملت. استاذ محفوظ عبد الرحمن المؤلف والمخرج العظيم ابراهيم الصح. طبعا الله يرحمهم. وانت زي ما انت ما اتغيرتيش. لا يعني اقول لك حاجه، انت في مشروع التخرج لو جبت صورتك دلوقتي وانا هعرضها لك وصورتك هتلاقي ما فيش اختلاف كتير. لا يا استاذ 35 سنه مروا كده. مروا كده بس الزمن علم برضو. كلميني عن امبراطوريه ميم. لما جالك الورق عملتي ايه؟ انا وافقت قبل ما اقرا الحقيقه. لأسباب كتير. أولا الإنتاج الشركة المتحدة وأروما، يعني شركات مهمة وتعمل إنتاجات عظيمة. إحسان عبد القدوس طبعا كاتب عظيم. خالد النبوي اسمه يطمن إنه خالد مش هيوافق على أي عمل. كواليس العمل بقى احكي لي. انت كنتوا عاملين فاميلي لطيفة جدا. ده حقيقي. هل ده الصورة دي كانت موجودة حقيقي في اللوكيشن؟ حقيقية جدا. كانوا شديد الالتزام. مين عجبك فيهم؟ كلهم بلا استثناء، بس الستة عظماء جدا. خلينا من الأصغر. ريمون الطفل اللي كان عامل دور مصطفى الكلبوزة ده يتاكل أكل وفنان حقيقي ومقتنع. اللي أكبر شوية آدم عامل دور مازن، ده ولد أنا اتعلمت منه. الولد ده كان بنخلص الصبح فيطلع يروح على المدرسه، فكنت اقول له يا حبيبي بتتعب، يقول لي بس طالما انا اخترت لازم اتحمل نتيجه اختياري، وعلشان انجح لازم ابقى ناجح في كل اختياراتي. فكلام طفل فاهم. جيل عظيم جدا. بنت اخونا احمد زاهر منى دي محترفه تتعلم منها. يعني انا كنت بتعلم منها الجملة تقولها ولو عيدنا تاني الأداء بيختلف بشكل أصدق. في كمان إلهام صفي. إلهام ممثلة من أول ما تدخل الاستوديو هي الشخصية،
يعني ما تقدرش تتعامل معها انها الهام، هي مستغرقه في الشخصيه بنفس عنفها بنفس الاتيتيود بتاعها فعلا. في كمان ومشهد اللي عملته بتاع انها تحلق قرعه، شو يعني جرأه وعشق اللي بتعمله، شاطره حقيقي، هيكون ليها مستقبل عظيم. يعني في البنوته برضو هاجر السراج، انا كنت شفتها في عوده الروح، كان اخراج كامله مذاكري بطوله الاستاذه الهام شاهين والاستاذه منى شلبي واحمد السعداني، كانت حلوه قوي ولفتت النظر، تعمل دور البنت السوريه زوجة امير من امراء داعش وكده. لما شفتها معانا قد ايه بسيطه وقد ايه ادائها سلس وقد ايه تشوفها تحس في روقان في في كمان ابننا الجميل نور النبوي. نور ده اللي يقف قدامه لازم يعمل له حساب، ممثل ذكي جدا جدا، ممثل مثقف جدا جدا. هو نسخه من ابوه حقيقي، يعني اللي خلف ما بحس ان الجينات قويه يعني جدا ما بين نور والخالد. هو كمان يعني مش عايز اقول يتفوق على خالد، طبعا خالد عظيم ومش عايز على ان انا اقول كده، بس هو الولد عنده طاقه ثقافه وطاقه، يعني كان بيقعد يفرجني يبعت لي لينكات افلام مثلا ايطالي، يقول لي ارجوك اتفرجي يا طنط نشوى على الفيلم ده، افلام اسباني، افلام كوري، لا دماغه سينما ودارس سينما في امريكا يعني. فولد ما شاء الله عليه. اكتر مشهد كان قريب لقلبك في المسلسل كان ايه؟ مشاهدي مع خالد الانسانيه كنت بحبها قوي، اللي هو يعني بتطبطب عليه ولانه اخوها والمشاهد اللي مع الولد اللي هو نور، اللي كانت تتعامل مع جيل متمرد بطبعه، جيل رافض النمطيه، رافض انه يبقى يقول حاضر من غير ما يقتنع. فالمشاهد دي كمان كنت بعملها باحساس لان انا اولادي تقريبا في نفس السن ده، فكنت بحب قوي المشاهد. هل في شبه بين شخصيتك الحقيقيه وبين مديحه في المسلسل؟ في في ايه؟ انا برضو شخصيه يعني والله العظيم مش شكران في نفسي، بس انا شخصيه لا اشكري اشكري يعني انا طيبه يعني فاهم اللي هو ايه، الضحك عليا بسهوله يعني، يعني بكلمتين الولاد ياكلوا عقلي بحلاوه يعني. ما خفتوش من المقارنة بين المسلسل وفيلم امبراطورية ميمي اللي عملته الأستاذة فاتن حمامة؟ أنا شخصيا خفت بس ما أقدرش أجاوب بالنيابة عن غيري، يعني الأستاذ المخرج خاف ولا لأ، بس كفاية إن أنا كمشاهد حقيقي وأنا بتفرج عمري ما لمس معايا أو عمري ما استحضرت الفيلم جنب المسلسل. بمناسبة مدام فاتن حمامة، أنت عملتي معاها طبعا، اولا هي اللي رشحتك والاستاذ ممدوح الحقيقه برضو وافق على ترشيحها، وانا عارف كان مين المرشح قبلك. طب هقول لك انا اقولي هقول لك انا ما كنتش رايحه للدور اللي كنت هعمله. انا كنت رايحه للدور اللي عملته زميلتي منال سلامه، مظبوط، وكان اللي كانت بتعمل دوري الاستاذه عبله كامل، مظبوط. فاستاذه فاتن حمامه لما شافتني قالت الاستاذه انعام البنت دي تعمل دور عبير وعبله تعمل دور ابله تقى، اللي هي متعاطفه جدا مع عبير وسانده جدا عبير. وحتى قالت لي جمله، قالت لي ايه ده؟ انت وعبله شبه بعض بس انت اسمر شويه. فهي اختارتني لدور اللي كانت الاستاذه عبله بتعمله. والحقيقه كان من اهم اعمالك. من اهم اعمال ذكرياتك ايه مع مدام فاتن حمامه بقى؟ وانت كان بينك وبينها مشاهد الحقيقه يا نهار ابيض ماستر سينز. لا وانا الانبهار بقى، فاكره لما جريتي في الشارع؟ على المترو، على شريط المترو. عايز اقول لك ان انا كنت هموت في المشهد ده، واستاذه انعام كانت مصره ان انا افضل. طب هقول لك، قولي المشهد ده. انت هتقولي كل حاجه. المشهد ده المفروض ان انا بجري من المدرسه لما بعترف ان انا سرقت، وانا ما سرقتش بس من الضغط، فبروح قايمه. ستوب، قمتي ايه يا نشوى؟ يا فندم انا قمت، راح اقوم عندي. ما تقوميش. طيب ما تخافيش، ما تخافيش هيشيلوكي، انا هشاور لهم بدري، ما تقلقيش. مره واثنين وثلاثه والمترو هيدوسني. فاخر مره انا اتفقت معاكم، قلت لهم والنبي شيلوني بسرعه، يعني ما تستنوش. فهتلاحظ ان انا يمكن في الشوط ده يعني اللي هو بسحب جسمي معاهم. انا لا انا شايفك انت بتمثلي وعامله كده، انا مش عايزه اموت. لا بس استاذه انعام يعني بتحيه كبيره لعظمه شغلها كمان في قطاع الانتاج، الحقيقه مرحله ذهبيه. وليه استقبلت ازاي الحفاوه الكبيره اللي الناس استقبلتك بيها برجوعك؟ انا اتخضيت لان انا بقالي كتير قوي كنت متخيله انها اتنسيت الحقيقه.
فكنت مرعوبه، وبقيت اقول يا رب ما حد يشتم ويقول ايه ده، هي بطلت تعرف تمثل او كده. فسبحان الله سبحان الله، من كرم ربنا الحمد لله، الاستقبال من اول يوم نقاد اسامي مهمه جدا جدا قالوا يعني رجعتي نورتي مكانك. العمل على فكره والله كتر خيرك، والله بجد كتر خيرك. انا فرحت جدا جدا لما شفتك، يعني انا قلت اخيرا رجعت يا نشوى. حبيبي كتر خيرك والله، اشكرك. اتصور شعوري هو شعور ناس كتيره جدا من الناس اللي بتحبك واللي كانت مستغربه اختفائك الطويل. الحمد لله والله. بس برضه انت في الاختفاء يعني اشتغلتي برضه اعلام، برضه عملتي ونفستينا، عملتي برامج برضه. يعني لا بس هو برضه انا مش يعني. هل حققتي نفسك كمذيعه؟ لا لا، مش شغفي ومش هو ده طموحي، ولو جالي دور احبه وجنبي برنامج لا طبعا اعمل تمثيل. انا التمثيل ده هو هوايتي ودراستي وطموحي، واجتهدت في حياتي عشان اكون ممثله، لان انا كمان انا من 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 اسره شعبيه، يعني مش من اسره كلاس ايه مجتمع مثلا اللي هو بابا عايز امثل يا حبيبتي يلا روحي مثلي. يعني احنا انا بنت من شبرا والمجتمع الشعبي. كلميني شويه عن بدايتك واسرتك وحياتك. ابويا راجل موظف بسيط جدا جدا، وست وامي ست بيت، يعني ست بيت ما بتشتغلش ولا تجيد القراءه والكتابه، لكن كانت من الوعي اللي انا بقول يا رب ابقى زي امي في اسلوبها وفي طريقه تربيتها لينا. اتربينا على عزه النفس كما كل الجيل بتاعي، يعني انا 58 سنه، فالاجيال بتاعتنا دي متربيه على اننا عارف انت، كنا مثلا نروح لخالتي فماما مثلا تقول لنا لما نروح حتى لو جعانين، وخالتي قالت مثلا يلا يا جماعه ناكل، لا لا شكرا خالته احنا شبعانين، لازم ناخد الاذن من عين ماما. احنا التعليم بالنسبه لنا ده اهم حاجه في الحياه، يعني ابويا كان يعني يشقى شقى السنين علشان خاطر ولاده يدخلوا الجامعه ويتخرجوا منها. فشفنا الاب المكافح العظيم ده اللي يستخسر في نفسه انه يشتري جزمه جديده عشان انا مثلا داخله الجامعه، فماما تقول له لا انت جزمتك اتقطعت اشتري جزمه جديده، يقول لا 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 اخيطها ونشوه تشتري، ما انا اشتريت لها، لا لا يبقوا اتنين، يبقى عندها جزمتين عشان تبقى قدام اصحابها. عارف تركيبة الأبهات اللي هم اللي هو جه هيفهم أبهاتنا يعني. لما قررت أنا بحب التمثيل من وأنا صغيرة، ودخلت الجامعة قبل ما أدور على المدرج كنت بدور فين طريق التمثيل. فلما حتى جيت أستأذن أبويا أنا عايز أشترك في فريق التمثيل في الجامعة، قال لي لا تقعدي في البيت. يا بابا لا لا أنت رايحة الجامعة تتعلمي، مش عايز اسمها تمثيل يا بابا، ده زمايلنا لا 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 دول شويه عيال فاشلين في الدراسه، انت رايحه الجامعه تاخدي شهاده، مش هتروحي تاخدي شهاده اقعدي في البيت. فقعدت سنه اولى وثانيه وثالثه بروح فريق التمثيل متفرجه. يجي مثلا المخرج كان استاذ احمد عبد العزيز على فكره هو اللي بيخرج لنا، يجي يوزع ادوار فيوزع اقول له لا حضرتك انا لا لا اصل بابا مش راضي، بابا مش راضي، طب اتفضلي مع السلامه. انت امال انت قاعده معانا ليه؟ انا بتفرج، انا بحب اللي بيحصل ده. المهم في سنه رابعه بقى لما قلت لبابا دي اخر سنه ابوس ايدك والنبي خليني امثل بس مره، ده اخر سنه وانا بنجح لك اهو كل سنه، فوافق. لما جه شافني على مسرح الجامعه وشاف الناس بتسقفي ازاي، واللجنه بعد كان كنا مسابقه اسمها الاكتفاء الذاتي، اللجنه بعد ما خلصنا كان دكتور سامي عبد الحليم هو من ضمن اعضاء اللجنه ندهني قال لي فين باباكي، قلت له اهو، قال لي اندهي. فاول ما جاء قال له بنتك تخلص السنه دي تدخل معها فنون مسرحيه، وكان هو ليه فضل بعد ربنا ان ابويا يوافق. يعني الظروف الاجتماعيه اللي انت حكيتيها لي، وان كنت انت قد ايه جميله في وصفك للحاله الانسانيه والاجتماعيه لبيتك ولوالدك ولوالدتك، لكن بالتاكيد فيها الام، فيها محن، فيها لحظات صعبه تغلبتي عليها برضو بالابتسامة الجميلة اللي على وشك دي. والله يا أستاذ أصعبهم كانوا إيه؟ والله ما الله يرحمه طول ما أبويا كان عايش أنا ما شفت الصعب خالص. يعني ما فيش يوم كده نمتي من غير عشاء؟ إطلاقا لا لا لا، أنا عندي أم كمان عندي أم مدبرة. يا لهوي، أنا أمي كانت بتحوش من المصروف بتاع البيت اللي أبويا بيديهولها عشان تشتري لي حلق ذهب، علشان في مرة قلت لها أنا نفسي في حلق ذهب لأن صاحبتي لابسة حلق ذهب.
كنا بنلبس اشيك لبس لان امي كانت هي اللي بتخيط لنا هدومنا، هي اللي بتخيط لنا لبس العيد، فكل اصحابنا يندهشوا انتوا لابسين اشيك مننا كلنا لان امي اللي عاملاه. انا عندي ام، اولا ما كناش محرومين مثلا ان احنا نروح المصيف كل سنه زي اي حد من زمايلي الاغنياء، لان الشغل عند ابويا كان في اسبوع مصيف وبيقسطوه، يعني ينفع هو السنه حقه كلها على من المرتب على السنه كلها. فبنروح كمان مصيف، بنروح رحلات في الشغل عند بابا، كل الرحلات بنروح. امال ايه اصعب لحظه؟ لحظه وفاه ابويا دي اللي قسمت ظهري، ودي اللي عجزتني، ودي اللي انا من ساعتها مش عايشه، انا بدعي ان انا عايشه، ودي اللي خلتني اشوف قيمه الدنيا ومعناها الحقيقي، ولحظه ما تتنسيش وما تتوصفش. وما كانش ينفع اعيط. ليه؟ علشان انا كبيره. صعب قوي ان الانسان يمنع نفسه حتى من ما كانش ينفع يعبر عن مشاعره في وفاه ابوه. لو اتكسرت او اخواتي لو حسوا ان انا منهاره هينهاروا. فاللي هو لا، ما نعيطش، بابا ان شاء الله راح الجنه، احنا لازم نبقى اقوياء. وفي ايه؟ وما فيش حد يعيط؟ لا، بابا في مكان كويس. وانا لوحدي كنت بصرخ بقى، وانا في العربيه بقى لوحدي وبصرخ، ونفسي يستاهل احزن عليه اكتر، بس مش قادره اعبر. دي اللحظه القاسيه. وصاكي بايه قبل ما يموت؟ محمد وإنجي دول. الله يرحمه. هوريكي مجموعه صور وعايز تعليقات منك. تمام. عليها. اوكي تمام. يا روحي امي الحاجه زينب ربنا يديها الصحه والعافيه. دي انا بقى لو عشت العمر كله كده ببوس رجلها مش هوفيها حقها. الست دي من اعظم الستات في الدنيا. الست دي هي الام اللي عمرها ما حسيتنا ان احنا ظروفنا مقصره، اللي عمرها ما حسيتنا ان احنا محتاجين حاجه. الله يديها الصحه والعافيه يا رب. خليها لها يا روحي. ده عبد الرحمن ومريم واكسكلوسيف بقى، يعني محدش يعرف خالص، بس انا هبقى تيتا شهر 8. اوه مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. الف مبروك. عبد الرحمن ومريم اتجوزوا بقى. بس ما تقوليش لحد بقى عشان لا مش هنقول لحد. انا بقول لك انت بس. ارجوك يعني. لا مش هقول. الناس برضو يعني برضو هيقولوا بقى كبرت وعندها بقى جدة. بقت تيتا. يعني بيني وبينك. لا مش هقول. اعتبريني السر. لا مش هقول لحد. ربنا بس يا رب يدعو لها كل شيء يا رب. ان شاء الله تقوم بالف سلامة ان شاء الله. منا مرات عبد الرحمن تقوم بالف سلامة يا رب، ويديها الصحة والعافية، ويجي لنا كده حفيد كده جميل يملى الدنيا كده بهجة كده، ويديله الصحة والعافية يا رب، ويخلي له أبوه وأمه يا رب. يا رب إن شاء الله. اللي بعدها يا روحي. بصوا يا سيدي، كوكتيل. الصورة دي فيها طبعا أمي. واسمح لي أبدأ باللي على الشمال. دي أختي ميرفت، دي حاملة لكتاب الله ما شاء الله، ومحفظة قرآن كريم، واخدة إجازة ما شاء الله ما شاء الله، وبتدعي لنا بالهداية. معرفش يعني احنا مهديين يا ميرفت يعني، بس يا ربنا يهديك وربنا. لان محمد كمان اخويا، ده اخويا الوحيد، ده مهندس ديكور سينمائي. كلهم شبهك على فكره. والجميله الصغنطوطه دي بتعزف كمانجا في الاوبرا. مين دي؟ انجي اللي على اللي هي اللي لابسه ابيض. ناقصانا نيفين اختنا، بس نيفين ما كانتش معانا في الصوره لانها كانت مسافره. اللي بعده يا روحي يا روحي. ده بقى جوزك؟ ده جوزي، ويعني اقول ايه، اللي سطرني في الحياه واللي ربى لي ولادي. انا عايز اقول لك انا مش بعرف اربي قوي، انا بدلع. ربنا يخلي يا رب عماد لولاده، وعماد ده الحمد لله يا رب ولادي انا فخوره بيهم. عبد الرحمن ربنا يخليه مهندس معماري، ومريم جرافيك ديزاينر. اللي بعده يا نهار ابيض. عايزه اقول لك الصوره دي انت في الكوشه؟ انا الست. انت العروسه؟ الست اللي هي القديمه دي. عايزه اقول لك ان احمد السقا في الصوره. ده احمد السقا ده اللي لابس نظاره، ده سامح السوريتي، وسامح السوريتي، سناء يونس، الله يرحمه، وده رامز جلال. رامز جلال ياه. وناديه فهمي، وناديه فهمي الله يرحمها. ومين اللي قاعده في النص دي؟ اللي في النص تحت دي زميله لينا. اسمها سلمى. ومين اللي جنبها دي؟ اللي جنبها وفاء سالم. وفاء سالم صح. واللي فوق دينا عبد الله. يا ودي دينا عبد الله.
واللي تحت دي منال سلامه، ياه واللي جنبها الصغنطوطه دي انجي اختي اللي انا وريتها اللي كبرت من اللي شويه. كبرت من شويه. طب اشيل الصوره دي بسرعه يا احمد، شيلها بسرعه. يا حبايبي عبد الرحمن ومراته اظن منة. يوم الفرح ده يا انت نهار ابيض، فوازير فوازير رمضان يعني. طيب هختبر ذاكرتك وهقول لك مسلسلات عملتيها تقولي لي اسم شخصيتك كان ايه. مسلسل بوابه الحلواني، حفصه، زمن عماد الدين، الأميرة حاجة. أيوة الأميرة علياء. إيه؟ علياء توسن. أيوة توسن. أيوة ملك روحي. ملك روحي، يا نهار أبيض، ده ملك روحي ده إيه يا سلوى؟ سلوى صح. عليا ويكا. لا يا أستاذ، أنا ذاكرتي برضو حضرتك راعي السن. لبنى. لبنى راعي السن يا أستاذ. طب أنا وبابا وماما. يا نهار أسوح عليا وعلى ذاكرتي. سلوى برضو. أسألك سؤال، إيه سر إجادتك الشديد لدور العانس؟ انا للاسف اكتر من دور اتعرض عليا في السكه دي وكنت بوافق، لان كان ده المتاح يعني. انا ما كنتش من في البدايات حتى من المحظوظين قوي. رفاهيه الاختيار ما كانتش موجوده. لا طبعا لحد دلوقتي ما فيش رفاهيه الاختيار لحد اللحظه دي. لا في رفاهيه الرفض، ان انا اقول لا انا اسفه يعني الدور مش مناسب او مش ملائم دلوقتي. لكن انا اختار مثلا اقول انا نفسي اعمل دور كذا او اكلم مؤلف. بس انت بتميلي اكتر للكوميدي ولا التراجيدي؟ انت بتعملي الاثنين كويس. انا شخصيه كئيبه. كئيبه. انا احب التراجيدي. مع ان الناس فاكراكي كوميدي. الناس والله كنت اخلي الناس، بس انا كائن كئيب جدا. ليه؟ ما اعرفش، انا مش انبساطيه يعني. انا فوجئت ان الناس مستقبلاني كوميدي، شكرا كتر خيرهم يعني. لكن انا ب ب يعني بحب الادوار التراجيدي اكتر. والميلودراما كمان، انا ابتديت ميلودراما يا استاذ، اللي هي الدرجه الاغمق من التراجيدي. صحيح. بوابه الحلواني، ضمير ابلة حكمت، ليه ليالي الحلميه، ليالي الحلميه، انت كنت عامله مشاهد مع علاء مرسي في اللي هو وعايزه اقول لك كنت غلبانه جدا ومنكسره في المكتبه وبتاع. عايزه اقول لك الحاج وحيد فريد الله يرحمه ويحسن اليه كان هو مدير التصوير، مدير التصوير ابلة حكمت. مع ابلة حكمت جه في مره، انا بقى مش فاهمه، انا عماله المشهد المفروض انا بعيط فيه، وانت عارف بقى ظبط الاضاءه والبروفات اللي الاستاذه بتعملها. فمثلا لو ابتدينا الساعه 12 الظهر بنصور مثلا 7 بالليل. ايوه كل ده تجهيزات. فانا بقى من 12 الظهر افضل قاعده اعيط لحد 7. فجاء الحاج وحيد فريد قال لي يا بنتي تعالي اقعدي، انت بتعيطي ليه؟ قلت له حضرتك المفروض قال لي لا لا ما انا عارف ان انت المفروض تعيطي في المشهد، بس بتعيطي ليه من امبارح؟ فقلت له عشان ابقى محافظه. قال لي مود ايه يا ماما؟ انت كده الدموع هتخلص اساسا، عيطي قبل ما نيجي نصور، ادخلي في الحلقه قبل ما، بس مش من الصبح والناس كلها سايباني بعيط يعني. مش هنسى دورك كراقصه في الليمبي. يا سلام. اولا هو مش دور، هو يعني حاجه فسفوسه كده بس. لا بس معبر. هقول كان قوي. لما جالي انا الاستاذ وائل احسان المخرج، انا اعتذرت له في الاول، قلت له استاذ وائل مش هينفع. قال لي ليه؟ قلت له انا مش هينفع اعمل دور رقاصه يعني، هتكسف اعمله، هتكسف بصراحه. قال لي ما هي رقاصه، هنعمل ايه بقى؟ هتلبسي بيجامه وفوقيها بدله الرقص. قلت له ما ده اتعمل سنه 60، الاستاذه سهير الباروني عملته، واستاذه سناء يونس الله يرحمها عملته، كانت بتلبس كالسون تحت مش عارفه ايه، وستيل برضه هلبس بيجامه، فهي الشكل بدله رقص حتى لو لابسها على عبايه يعني. فلبستي كابوكي. فقال لي بقى ايه؟ طب قلت له سيبني، طب سيبني حضرتك اعملها بشكل مختلف. قال لي ايه؟ قلت له مش هنعملها رقصه شرقيه. فانا اللي صممت اللبس ونفذته ولبست النضاره، وقلت له دي لما تروح للليمبي هترفض ترقص لمستوى الجمهور ده، فهيطلع كوميديا التضاد بين ثقافه هذه الراقصه وبين. انت فعلا اشتغلتي بياعه في محل؟ في الجامعه. كنت ببيع ملابس. بيع ملابس محل في العتبه، منطقه العتبه. جيت قلت لابويا اشتغل. لا اشتغل ايه؟ ما عنديش بنات تشتغل. يا بابا ابوس ايدك اديني. فقعدت الح لحد ما اشتغلت. اتعلمت حياه. فكره تعاملك مع البشر ده طبعا هو ده الوقود بتاع الممثل، انك تشوف بني ادمين. اشتغلت كمان بقطع تذاكر في مستوصف. اشتغلتي اظن حتى اعداد وجبات حاجه زي ده في البيت. ما هو استنى بقى، دي اشتغلتها امتى؟ مش وانا في الجامعه. دي وانا في سنه اولى في معهد فنون مسرحيه. جيت اقول لابويا عايزه ادرس 4 سنين. كان طبعا ابويا تنفس الصعداء لما انا خدت البكالوريوس. فجيت قلت له يا بابا انا عايزه ادرس تمثيل.
قال لي كام سنه ده؟ قلت له 4 سنين. قال لي طيب استاذني بقى واحده من اخواتك البنات تقعد هي في البيت وانت، لان انا امكانياتي اعلمكم، انت خدتي حقك الدور الجاي على نيفين اختك، فاستاذني نيفين تقعد في البيت وتكملي انت، او استاذني ميرفت. فانا طبعا بابا كان شغال في المصانع الحربيه. حبيبي الله يرحمه يحسن اليه. فانا طبعا ما ينفعش ان انا اخلي واحده من اخواتي ما تدرس وانا ادرس. فلما كنت بشتغل في العتبه ايام الجامعه، انا بس بقول ده عشان الشباب الصغيرين، كل خطوه هتسلمك لخطوه اكبر. صحيح. يعني فجاء في مخي قلت ايه ده، طب ما انا وانا بشتغل في المحل اللي في العتبه كنت ببقى عايزه طول النهار فعايزه اكل. فقلت طب ما اعمل وجبات جاهزه في البيت وانزل ابيعها لزمايلي اللي كانوا في المحلات اللي جنبي وما هيصدقوا. فكنت بعمل وجبات جاهزه عباره عن مكرونه بالبشاميل وربع فرخه وسلطه. مش عايزه اقول لك كنت بعملهم في البيت في ساعتين، انزل ابيعهم في نص ساعه. لان بعمل عدد محدود من الوجبات عشان يجيب لي مصروف الاسبوع بتاع المحل. قد ايه شيء جميل ان الواحد يكون فخور بنفسه طبعا وبكفاحه. يعني ربيض. وانا فخور بكفاحك. ربنا يخليك يا حبيبي. شيء محترم والله. بس كنت شقيه قوي، قطعت صباع اخوكي وهو صغير. انا لا انت ايه ده بقى ده؟ طب ايه ده بقى ده؟ قال لي هو يا نهار. طب دي معلومه حكى لي يا ابني حياته ربنا ما حد يعرفها في الحياه. حد يقطع صباع اخوه برضه؟ ما هقول لك والله غصب عني، هو مش صباع كامل، هو عقله. هو نص صباع. كان يقول لك دي برضه من الحاجات اللي كان اخويا عنده سنه او سنه ونص وماسك، دخل المطبخ جاب، كان في زمان مصفى عارفين اللي هي بتحط فيها الطماطم وتلفها بالايد كده، فالمصفى دي كان ليها شعليقه كده من فوق. فحبيبي هو كطفل ايه، ماما قالت لي إيه اخوك عمال يخبط بالمصفى شليها من ايده، قمت قايمه وشداها بالعافيه من ايده، ما اعرفش ان هو صباعه شابك في البتاع. وعديت وهو ما عيطش كمان، انا لقيت دم كتير فصريخ بقى طبعا شبرا حي عظيم، كل الجيران بقى اتلموا هم اللي خدوه. حبيبي كنت شقيه انت؟ والله ما اقصدش، والله يا استاذ عمرو ما اقصدش. صحيح انت اللي خطبت جوزك؟ بس خطبته انا، امي انا الكبيره بتاعت اخواتي، انا انا وبعدي 4، فاخواتي اللي اصغر مني اتخطبوا وانا لسه. فماما بالنسبه لها وبابا حكايه التمثيل مش تمثيل ده ما يخصهمش، هم عايزين يطمنوا البنات تتستر والجواز ده هو الاساس بالنسبه لنا. فانا انت كبرتي، انت صغيرين اتخطبوا وانت لسه، وانا كان عندي تقريبا 25 سنه يعني ما كنتش لسه عجزت يعني، بس هي بالنسبه لها انا كده خلاص يعني. ف اختي ميرفت اللي هي حامله لكتاب الله ونهله صاحبتها كانوا الاثنين في الجامعه سوا، فاختي بتحكي عني نشوه اختي وتمثيل، وهي اللي طلعت في بوابه الحلواني وهي اللي طلعت مش ونهله عماله تفتخر. انا اخويا عايش في امريكا، انا اخويا جاب لي عربيه فلتني. فنهله قالت لها طب ما تيجي نجوز اختك لاخوكي. فميرفت قالت لها بس نشوه دماغها ناشفه ويتقابلوا ازاي؟ طيب قالت لها انا اخويا نازل من امريكا شهر فنعمل لهم يعني يتقابلوا. قالت لها لا نشفه مش هترضى يعني مش هتوافق. فقالت لها خلاص نعمل كان عيد ميلادي وانا عازمها تيجي عيد ميلادي، فلما تيجي عندنا اخويا بقى هيشوفها. فقالت لها احلى حاجه دي. فجت ميرفت قالت لي، عشان طبعا هي برضو عارفه ان انا مش هروح يعني انا مالي بعيد ميلاد صاحبتك يعني، جت قالت لي نهله عيد ميلادها ومش عارفه ايه. قلت لها تمام، طب انا عايزه اجيب لها هديه. طبعا كنت انا بقى بشتغل فنانه ساعتها يعني كنت باخد 50 جنيه في الحلقه وبتاع. فقلت لها طب خدي فلوس طبعا. قالت لي بس هي بتتقنعر عليا باخوها عشان اخوها عايش في امريكا، ما تيجي معايا عشان انا كمان اتقنعر بيكي ان انا اختي ممثله. قلت لها حاجه طبعا معاكي طبعا تتقنعري. تمام جدا. امتى العيد؟ امتى عيد الميلاد؟ قالت لي الخميس اللي هو بعد بكره. تمام جدا جايه. كان عندي تصوير، اتاخرت في التصوير، ما كانش في تليفونات محموله ساعتها، فرجعت البيت تقريبا 11 12 بالليل. رجعت لقيتها بقى انهيارة، انت حرام عليكي، انت احرجتيني مع ما تروح انت والهديه موجوده، انا كنت عايزه اتباهى بيكي برضو ما يمنعش ان انت تروح. قالت على العموم خلاص هم اجلوا عيد الميلاد لبكره. ايه اجلوا عيد الميلاد عشان انا اروح؟ قلت لها لا 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 تعالي لي. قالت لي بصراحه بقى احنا كنا موظفين اليوم ده عشان عماد يشوفك. قلت لها طيب ماما بقى راحت عامله ايه؟ انا قلت لها مين اللي يشوفني؟ انا. فماما بقى حرام عليكي انت الكبيره، ليه لا؟ ده من ناس طيبين، دول ناس محترمين. قلت لها طب ماشي يعني هم اجلوا، هي مفهماكي ان ايه كان اجلوا عيد الميلاد لبكره. تمام. رحت راحه معاها، رحت. ف
فقعد انا بقى في بره في الصالون قاعده 10 دقائق، ربع ساعه، تلت ساعه. يا نهله ايه، ثانيه واحده ثانيه واحده. اتاري بقى اخوها قاعد جوه بيتفرج على ايه؟ ماتش الزمالك. هو زملكاوي؟ يا لهوي. اه يا لهوي، مش زملك ده بيحب الزمالك اكتر من ولاده. فقلت لها طب هو فين؟ قالت لي جوه في الليفنج. قلت لها يعني مستور يعني ولابس ولا ممكن يبقى قاعد مثلا مرحرح في بيتهم براحته؟ قالت لي لا 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 مستور. فاهم مش فاهمه انا هعمل ايه؟ رحت قايمه مخبطه على الليفنج، السلام عليكم. فالراجل اتخض يا عيني قاعد، قال لك مين؟ قال لي عليكم السلام. قلت له حضرتك انا اللي جايبني عشان تتفرج عليها، فمن فضلك اتفرج بسرعه عشان انا اتاخرت. عارف انت، انا فاكره وحياه ربنا ذهول جوزي الاول وبعدين احمرار وشه، وقال لك ايه المجنونه دي؟ قال لي طب حضرتك منفعله ليه؟ اتفضلي. قلت له ما منفعله، انا بقالي تلت ساعه بره حضرتك وقاعد بتفرج على الماتش. قال لي قلت له طب ممكن توطي بس التلفزيون؟ قال لي حاضر. فقام عمل نفسه كانه بيوطيه وطى حته صغيره، لانه بيحب الزمالك وعايز يفضل سامع برضه، مش مثلا يطفيه كشياكه، يطفي زمالك. ما طفاهوش عشان برضه يروح لامح بعينه الزمالك. قلت له بص بقى، انا امي واخواتك واخواتي عاملين الفيلم ده عشان تشوفني، انا مش هتجوز بالطريقه دي. قال لي والله ولا انا برضو نفس الوضع، عشان انا عايش بره فاهلي عايزيني اتجوز واحده مصريه، وانا الحقيقه مش في دماغي اتجوز واحده مصريه. اول ما قال مش في دماغي اتجوز واحده مصريه دي ضايقني جدا. قلت له لا، فعقل بالي بقى يعني جمله مهينه، يعني ايه مش في دماغي اتجوز واحده مصريه؟ اه طبعا. في النهايه حضرتك احنا عندنا عبد الرحمن ومريم ومحطيت في مخي هو بقى. فعلا الفرح كان يوم ماتش الزمالك؟ ده فرحي انا. طب لو كان الزمالك اتغلب كان هيبقى فرح حلف ايه؟ حلف انه ما كانش هيجي. ما كانش هيجي. حلف. بقول له اتاخر، اصله اتاخر جامد. فقلت له بقول له اتاخر ليه؟ اسمع، هي الماتش كان شغال. انا جايب لي حاجه حلوه النهارده. اوعى تكون جايب لي يا ابو عبد الرحمن. لا جايب لي هديه، والنبي ادي الهديه لمدام نشر لو سمحت. شكرا. ايه ده؟ ده ايه ده انت جايب لي النهارده بقى؟ يعني يوم الاحد بكره شم النسيم. اه فجايب لك. اوعى تقول لي فسيخ. اوعى تقول لي فسيخ. افتحي وشوفي الاول. اوعى افتحي وشوفي. ده ايه البرامج الحلوه دي؟ انا من زمان عايزه ايه البرنامج؟ انا ايه اللي كان معطلني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. افتحي بقى وشوفي كده. يا لهوي على الجمال. يا عظمه. طبق مسقعه. يا لهوي. يا لهوي على العظمه. بصوا العظمه والجمال. ايه حكايه المسقعه مع حضرتك؟ لا انا عايز اعرف وحياه ربنا، اصل المسقعه دي محدش يعرفها غير انا وجوزي، واستحاله اكون كلمت جوزي لان تليفونه مش مع حد. ايه حكايه المسقعه يا استاذه نشوى؟ كنت هتطلعي عسل المسقعه يا نشوى؟ اه احكي لنا المسقعه دي ليها. طب ده هديه ليكي. شكرا والله. لعل وعسى تكوني بتعرفي تطبخي. لا بقيت اعرف. لا 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 بقيت شاطره. اسمح لي بس يعني اخليه معلش هنا جنبي واخده وانا ماشيه. المسقعه دي ليها موقفين في حياتي. اه. موقفين عظام جدا. الموقف الاول ان انا كنت هتطلق. طلب مني ان انا اعمل له مسقعه. فانا قلت الراجل ده كان عايش في امريكا، هل اعمل له مسقعه بتاعتنا اللي هي خرط البدنجان واحمره وصلصه وكلام من ده؟ فقلت ادخل على الكتب بتاعه البدنجان بقى. كتب. فلقيت طريقه عمل مسقعه، بس مسقعه نوع مختلف، انك البدنجانيه بحالها وتحمرها كده وتقورها كده وتروح حاطط شويه اسمها ايه دي، لحمه مفرومه. ايوه. فبقت وصينيه وفرن. آه. فبقى بدنجان 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 في الصينيه كده، وكمان ايه بالعنق الاخضر بتاعه. آه. المهم بقى كان البدنجان شكله حلو كده اسود. أيوة. لما دخل الفرن طلع ايه بقى؟ طلع بلوزه. هو كده. فالمهم انا خدت الصينيه قلت احطها، مش مهم الشكل. ايوه احنا يهمنا الطعم. ده مهم حاجه. اقسم بالله اول ما قعدت حطيته فراح هو عامل ازاي؟ راح ماسك كده، معلش انا اسفه، الصينيه اهي، راح ربنا عاملها كده بايدي. ايه ده؟ هو عايز برضه يبحي القطه في الاول. قلت له دي مسقعه. قال لي مش زي اللي امي بتعملها. مش زي اللي امي بتعملها، انا دخلت كده في حيطه. وراح قايم. ايوه. شايل الصينيه، فتح الباب ونده على ايوب. ايوب ده كان باب العمر. باب العمر. ايوب اطلع، راح مديله الصينيه. انا بقى دي بقى اللي جننتني بقى. فقلت له لا طلقني. قال لي اوكي. عشان ما سقعتش. ايوه لا انا ده مجهودي، وانا اساسا يعني ما كنتش شاطره قوي في قاعده وبقى بعمل حاجه. المره الثانيه بقى. المفروض ابني كان يتولد شهر 4، نص 4. انا ولدت 21/3. ليه؟
عشان عيد الام 21/3. اتولد في عيد الام فعلا. صحيت الساعه 2 بالليل جعانه موت. انا فتره حملي من عبد الرحمن كنت ممكن اكل ثلاجه، فكنت عامله مسقعه وفلفل وبتاع، فرحت مطلعه الحله المسقعه وقعدت اكل مسقعه بالفلفل من الحله. عارف انت ما عندكش طاقه ولا وقت انك تغرف، صعب قوي. انا شويه اقسم بالله يعني هقول لك انا اكلت صينيه مسقعه بفلفل حراق مولع الساعه 2 بالليل. أنا طبعا توليد الصبح، ولدت 7 طبعا الولد يا عيني ده تقريبا ده انت بتحمي الطلق. ده انا حميته ده تقريبا الولد ما بقاش طايق نفسه. وانا يعني انا مش عارفه حبيبه ولد بدري جدا عن الوقت. الدكتور قال لي انت عملتي فيه ايه؟ مسقعه حلت مسقعه بفلفل الحراق. فحبيبي نزل عليه تقريبا الولد يعني المسقعه دي واضح انها واخده حيز من حيز مهم في حياتك. كنت هتطلعي عشان المسقعه ولدت بالمسقعه. بس دلوقتي بقيتي بتطبخك كويسه؟ لا بقيت والله العظيم يعني بغض النظر عن قبوله او رفضه كزوج للاكل، بس انا عارفه ان انا ايوه بس هم اولادي برضو ما بيحبوش اكلي قوي، مش عارفه ليه. ليه بقى؟ يعني ما بيحب. انا بعمل الاكل البلدي بتاعنا اللي هو الباميه باللحمه الضاني، طبعا هم فما بيحبوش الحاجات الدسمه. بيحبوا زيت زيتون بقى وسوتيه وحاجات اللي هي الحاجات دي ما تنفعش معاك. ولا تنفع لا خالص ولا معاهم يعني، وباباهم برضو نفس الوضع. طيب الفقره دي اسمها صح وغلط، يعني هقول لك عبارات عايزك تقوليها بسرعه جدا من غير تفكير، صح ولا غلط؟ ماشي. انا قابلت ادوار كتيره ما كنتش مقتنعه بيها عشان الفلوس بس. صح. انا اتظلمت فنيا وتعرضت لانواع كتيره جدا من الاضطهاد. اضطهاد؟ لا بس اتظلمت يعني زلمت. ما تقيمتش كموهبه بشكل جيد، بس ما اضطهدت، ما حدش اضطهدني. انا غير راضي عن مسيرتي الفنيه. يعني لا يعني لا راضيه في حدود اللي انا اديته للفن برضو، ما هو اصلا انا ما اديتش نفسي للفن بشكل كامل للاسف. يعني الفن هتديله طاقتك كلها هتاخد، لكن انا على قد ما تعبت على قد ما اخذت. انا بعمل فحوصات طبيه طول الوقت ومناعتي ضعيفه جدا اطلاقا. انا مطلوب انا الدكتور بيتحايل عليا. انا للاسف جالي مرض السكر، رحت مره واحده للدكتور يوم ما عرفت ان انا عندي سكر من 4 سنين. الدكتور بقى بيتصل بيا يا مدام نشوى طب اعملي لي تحليل تراكمي وما تجيش، بس بعتيهولي. انا بقى حكايه تعبت مثلا فتره كان قلبي فيه شويه مشاكل، ولادي بيحلفوا عليا ان انا مش هنطلع لك تاني ومش هنجي لك تاني، لازم تروحي للدكتور. انا بخاف من الدكاتره موت، وبقول لو هموت يبقى اموت كده على غفله. المقدمات بقى والعلاج والحاجات. ربنا يديك الصحه يا نجوى. بعاني من الارق ومش بعرف انام بسهوله. مؤخرا وانا صغيره كنت بحط دماغي انام، دلوقتي لا. احيانا كتيره انفعالي بيسبق تفكيري. ده مش احيانا، ده انا طول ده انا غبيه. انا بنفعل فاتصرف واندم بعد التصرف. بعمل عمليات تجميل كتير. لا عمري ما عملت تجميل، بس عملت بوتوكس. عشان صحيح ابقى صريح. على اعتبار البوتوكس مش تجميل. والعظيم لا دي حقنه كده بيحطوها في الخطوط التعبيريه دي. التعبيريه الخطوط التعبيريه المستقيمه. بس انا دي أيوه. بيطلع لي هنا بس انا اهو يعني اللي بيعملوا بوتوكس كتير قوي مش ممكن يعملوا كده، فانا بعمل كده اهو. بقول للدكتور فانتوسه، حط لي فانتوسه صغنن بس تظبط بس شويه. ممكن اكرر غلطاتي بنفس الطريقه من غير ما اتعلم. محبة. التزامي بيأيدني ومش قادرة اتخلص منه. التزامي انا فخورة بالتزامي في كل الحاجات الحمد لله. يعني ممكن اكلم نفسي بصوت عالي وانا سايق العربية. يا لهوي ده انا مجنونة يا استاذ، ده انا بنتي وانا وهي طفلة كانت بتدخل مثلا تجيني في المطبخ بتكلم. ممكن اعمل نفسي عيانة علشان ازوغ من ميعاد مش عاوزاه. اخر مرة عملتيها كان امتى؟ هقول لك حاجة. عشان تعرف معزتك عندي. انا كائن بروتة. وكائن والله العظيم انا اعشق الكسل والقعده في البيت على الكنبه قدام التلفزيون. فكره الخروج دي، طب اقول لك على حاجه، وحياه ربنا انا مثلا افاضل وناس محترمه جدا بيتصلوا بيا عاملين لي تكريم مثلا او جايزه الجمهور عشان مش عارفه عملت ايه فمش عارفه ايه. اقسم بالله هي دي بقى حجه من الحجج. انا اسفه انا عيانه، انا اسفه انا اصلي في الساحل، وانا اسفه انا ببقى قاعده في البيت بس بجذب. الفقرة الأخيرة النهاردة بيع واشتري. أنت شاطرة في البيع والشراء ولا مش قوي؟ يعني ما جربتش. أنت بقى تجربتي زمان يعني. والله؟ طبعًا. يبقى شاطرة. يبقى أكيد شاطرة. ممكن تشتري حاجات مالهاش لازمة. يا لهوي. ده خناقات أبو عبد الرحمن. شوف أنا في حاجات عندي بجيبها هي تاني. يعني أنزل أنا كل ما أكون متضايقة أنزل أشتري حاجة. ومعرفش يعني إيه. يعني آخر حاجة اشتريتيها كانت إيه؟ أي حاجة بلاستيك. بلاستيك؟
جوهر. ايه ايه بلاستيك ايه كده؟ علب بلاستيك في الثلاجه. بتعملي بيها ايه؟ عندي جوزي يقول طب ليه يعني بتحطي فيها المسقعه؟ ما ماشي بس كلام كتير. مثلا الصفايه بتاعت الرز البلاستيك، يعني مش هجيب مثلا صفايه رز بلاستيك واحد، فانا عندي 15 صفايه. مثلا صواني مش عارفه بلاستيك وفيها بص اي ايه علاقه البلاستيك؟ مش عارفه. ازايز مثلا حاجات بتحطي فيها ايه الازايز؟ ما بحطش، ده كراكيب. مين بيحب التاني اكتر، انت ولا الفلوس؟ الفلوس؟ انا اقسم بالله ما ليها اي فايده في حياتي، لان انا اصلا برضو انا اتربيت في بيت مش غني، وكنا دنيا سعاده ما فيش بعد كده. كنا قعدتنا في البلكونه وامي تحمر اللب بتاع البطيخ ده ونقعد نقزقز، ده الدنيا. ابويا يعمل احنا كلنا عملنا كده والله. لا فانا مش ما عنديش طموح مادي، ما عنديش طموح مثلا اجيب فستان سواري، ما حصلش. ما عنديش طموح مثلا البس حاجه مثلا، والله العظيم شبكتي ما لبستهاش غير مره مثلا. جوزي جاب لي حاجه كده هديه الماظ من فتره، والولاد هم اللي فضلوا يقولوا لي يعني لازم تلبسي الماظ. اقسم بالله مريم بقى تاخدها ان شاء الله لما يعني. حتى عندي الحاجات الذهب او الالماظ في البيت اقسم بالله، في مره جوزي خباهم عشان اكتشف فاتخض، قعد سنه مخبيهم. جالي نشوه، حاجتك اللي فين مش عارفه تلاقي في الدولاب ولا، فقال لي انا شايلهم من سنه. انت لا، ولا الفلوس دي ولا ليها معنى ولا ليها غير انها تسعد اللي حواليك. طيب بمناسبه السعاده، لو بتبيع السعاده تديها لمين؟ لامي ولجوزي ولولادي ولاخواتي والله العظيم لو عندي سعاده كتير اقسم بالله وزعها على كل الناس كده، عشان كل الناس تبقى مبسوطه. يا رب كل الناس تبقى مبسوطه. صفه فيكي عاوزه تبيعيها علشان زهقت منها؟ التسرع. انا بتسرع، انا بص بتسرع والحماسه تاخدني فاغلط فاندم. فنفسي التسرع ده يبطل. في مثل بيقول من باعك بيعه، صح ولا غلط؟ اكيد طبعا. في حد انت اشتريتيه هو باعك؟ انا ماليش علاقات اساسا، لا بشتريه وما يعني ما عنديش. انا اتصدق انا ما عنديش اصحاب وحياه ربنا، يعني انا ماليش علاقات بره علاقه اسرتي. تعرفي تشتري دماغك؟ بحاول جدا نفسي، لان ده اللي جاب لي السكر، ان انا ما بشتريش دماغي، وان انا دايما المحيط او الاخرين او اللي حواليا انا عايشه مشاكلهم اكتر منهم. يعني ما مش عارفه اشتري، يا رب اشتري دماغي. لما بتشوفي فاتوره عمرك بتحسي بايه؟ بحس ان انا الحمد لله ربنا اكرمني فوق ما استحق، والله العظيم يا استاذ عمرو انا كرم ربنا ليا فوق استحقاقي. يعني شوف لما ربك يديك الزوج ده دعوه ابويا وامي الطيبه ليا، يعني ربنا يبارك فيه ويديله الصحه والعافيه، وبشكره والله انه مستحملني مستحمل جناني. كلنا بنشكره الحقيقه. ده في حيوان بقى يعني هيبرز. بشكر ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا انعم عليا الحمد لله رب بولد محترم صالح ما شاء يعني الله، ربنا يخليه لك، مهذب، وبنت ربنا يبارك فيها، وربنا رزقني كمان بمنة مرات ابني وبحازم جوز بنتي. انا ما كنتش اتمنى اكتر من كده بجد، وامي الحمد لله راضيه عني، اخواتي ربنا يديهم الصحه والعافيه. انا كملت يعني انا كده الحمد لله راضيه، والحمد لله وشكر لله لحد ما اموت. انا ممتنه لربنا. انت انسانه جميله، ربنا يخليك، وما تغيرتيش زي ما انت، فيكي كل الطيبه والدماسه والجدعانه، ربنا يخليك. والله يعني انا سعيد ان انا يعني في ختام الحلقه بقول لك انت نورتيني. خلصنا والله، والله وشرفتيني، وحياة ربنا انا انبسطت والله وشرفتيني جدا. طب انا عايز اسالك سؤال. ايوه، انت ليه ما اخرجتش سينما؟ انت مخرج سينمائي عظيم، دي بقى عايز تجاوبها دلوقتي جاوبها براحتك. والله يا نشوى تخيلي بسال نفس السؤال ده اليومين دول، انا ليه ما اخرجتش السينما؟ انت كمان مثقف عظيم، انت كان ليك برنامج سياسي زمان اختراق، يا لهوي ده كان برنامج بنتعلم منه وبنفهم منه. انت دخلت في 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 في, في المجال الاعلامي بقوه، وده نساك نجاحك فيه نساك. صحيح. طب ما تخرج يا استاذ وخليك انا موجوده اهو. اوعدك ان انا ممكن افكر في موضوع ان انا ارجع للاخراج مره ثانيه. يا ريت يا ريت، انا بفكر فيه فعلا. او حتى عمل رمضان. انت زعت مني يا هاني وحوار، خدت مني. شفت؟ لا وخلي بالك برضه الاعلاميه فيك شاطره. لا والله انا بس بقول لحضرتك ان كمان احنا في مستوى درامي تلفزيوني محترم جدا، واكيد بثقافتك وبوعيك انك مش تعمل اي عمل الا عمل يكون يخدم المجتمع. ارجوك فكر كمان في عمل درامي رمضان لو سمحت.
حاضر يا فندم. طيب نورتيني وشرفتيني. تحب تقولي اي حاجه في ختام لقائنا النهارده الجميل دوت اللي انا استمتعت جدا بيه؟ انا احب اشكر حضرتك جدا وتاني بقى تقولي حاجه للناس. انت مذيعه عظيمه اهوت وسالتيني ودخلتي فيها شويه. لا والله عايز الكاميرا فين بتاعت مدام نشوى؟ يعني مش عايزه اقول حاجه غير الحلقة. غير لا 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 سمح الله حضرتك انا هقول لهم اولا كل سنه طيبين وبكره شم النسيم وان شاء الله كل سنه والاخوه الاخبار في صحه وخير وسعاده. وبكره عندنا سهره جميله جدا جدا مع عصام كاريكا في شم النسيم انتظرونا. واسيب بقى النجمه الجميله نشوى مصطفى تختم الحلقه النهارده. انا بشكركم جدا حضراتكم استحملتوني الساعه العظيمه اللي قعدتها مع النجم الاعلامي دكتور عمرو. الحقيقة اللي أنا على كل المستويات الإنسانية والأخلاقية والإعلامية أنا من جمهوره وفخورة أن في مصر إعلامي بالقيمة الإنسانية والأخلاقية والعملية دي. وبشكر حضراتكم جدا لأن استقبالكم ليا في رمضان يعني كتر ألف خيركم، فرحتوني جدا جدا. وربنا يسعدكم وخلوا بالكم من بعض ونرحم بعض ونخلينا كلنا جنب بعض، واللي معاه يساعد اللي مش معاه، والزوجة تطبطب على جوزها لأن يعني الظروف صعبة والحياة صعبة، فنحب بعض كده. وبقول للولاد الصغيرين اسمعوا كلام بابا وماما لو سمحت. بتحبيش تعليم الناس يعملوا مسقعة ازاي بالمرة في الحلقة؟ لا مرة كنت هتطلق ومرة ولدت فبلاها مسقعة. شكرا جدا، نورتينا، اصبح على خير.